وهما راحوا سمانه من بعد غلبوا فرنسا في باريس. كانت فرنسا راح تلعب لا كوب دي مونتاني ماتش دو بريباراسيون، غلبوا فرنسا، غلبنا ريال مدريد هنايا، لعبنا مع ليرلوند غلبناهم 2-0، لعبنا مع بزاف بزاف فرق كبار لعبنا معاهم، ودائما كان الفريق الوطني يربح ويربح بلار الى مانيير، ماشي غير لار الى مانيير. والدعوات اللي كانت توجه للفريق الوطني لي زانفيتاسيون، اروحوا تلعبوا معنا لوروب، لامريك لاتين، لامريك سنترال، شفاش حبوا يلعبوا مع الجيري. اي درك ولاو دي بتي تيكيب تاع الكونتينون افريكا، تقول لهم نلعبوا معاكم يقول لك شنو نخمم. عندنا بروغرام دو ماتش اون ماتش، اون فوي بلي ليكيب تي كابابل، راهي تطلع اون بيسونس وتطلع في يعني مورالمون تي سور تيران، شغل تي با يعني محسوب يعني خايفين، يعني يا في دي بروغري شاك ماتش. دونك كانوا لي ماتش تاع او نيفو، بينوا المستوى تاع الفريق قريب للمستوى العالمي. بون يا بي كانت عندي التكنيسيان كما ذكرت لكم تاع الفنان، لارفي تاع خالد محدين وسي راه في بوكو دو شوز، بوكو دو تكنيسيان اللي كانوا يجوا من برا، وبوكو دو فوتبالور اونسيان اللي معروفين هنايا. Il le disait déjà, il prédisait que l'équipe Tana va faire quelque chose pour la Coupe du Monde. Il faut juste barak mahsoub yani يقعدوا كيما راهم ويلتهوا بهم ويعاونوهم يعني يفك لو ديريجون سوا ديريير. On voyait le progrès تاع اللاعبين. وشفنا باللي on pouvait faire quelque chose. On pouvait faire quelque chose. On a gagné avec l'art et la manière. إنه فريق مكتمل ومضخم يعبر حوض المتوسط تحت أنغام، جيبوها يا الأولاد. يفتح باتجاه ماجر على الجهة اليمنى، كانت جميلة من بن شيخ، ماجر اللي يحمل رقم 11، يلعب كجناح أيمن، جميلة من ماجر، فتحة جميلة لكن عقب. ماجر ينطلق، يتعدى خط الوسط، مازال يراقب في الكرة نتاعو، بن شيخ أمامه. بن شيخ لشبال، كيم بن شيخ لشبال، راح يفتح. مليحة من عصاد لكن الكرة تمر جانبيا. يدخل كويسي، كويسي اللي قايم بدوره كما ينبغي، يصعد للهجوم متبوع بأربع لاعبين، خمس لاعبين، يراوغ كويسي يتقدم وعصاد في الأخير ياخذ الكرة، ما يسجل، يسجل كويسي لا، يخرج الكرة ضايعة. مرزقان ماجر، كية من ماجر أمامه مرزقان، شبال سعد، شبال يفتح باليسرى. مليحة وهدف، هدف أول هدف يحيى، محاولة كانت ذكية. ليكيب 82 لو ساتير كنا روغروبي دوبوي 74، جيتو كادي أونسومبل، عصاد باجر، منزقال، أونسومبل من بعد لحقونا فاني لا جينيراسيون تاع فرقاني بصاولة قندوز هادو، فاني زيتي أونسومبل دابا. يون فورمي أن بون بلوك باسكو ليكيب هادي تكونت وعشنا مع بعضنا. عشنا اون افريك، عشنا اون افريك 15 جور 20 جور، ساكري دي ليان تري 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 انتونس، و اون افي عندنا الثقة في الإمكانيات تاعنا. هذه اللي خلات اللاعبين هذو يتعرفوا، كيما يقول لك بون دي ليزي جوي سون فوار. Un match que je garderai en mémoire, c'est le match contre le Pérou. Où le Pérou, 3-4 jours avant de jouer contre l'Algérie, avait joué contre la France au Parc des Princes. Ils avaient battu la France 1-0. Donc lorsqu'ils sont venus, je crois que c'était un mardi à Alger, c'était d'essayer de prouver qu'on pouvait tenir tête à ces nationales. Donc le Pérou, où on avait fait un grand match, 1-1. Et l'entraîneur nous avait dit qu'il n'avait jamais vu jouer des Algériens aussi vite. Donc les conditions gars que nous moujoudine باش نكونوا حاضرين بقوة في كاس العالم، وفعلا كنا حاضرين. بن شيخ يوزع لبوربو، بوربو كجناح ايمن، يراوغ بوربو يا ينفلت، يفتح فتحة جميلة، الحارس يتدخل وكاد يكون هدف. يفتح ماجر وبوربو سجل، لا ما تدخلش الكرة، تصدم واحد لاعبين، تبقى عند تلمساني، جميلة من تلمساني حقيقة، مقوسة كما ينبغي. الكرة لصالح منتخب البيرو، محاولات حذفة قوية والهدف ما كانش ينتظرها عمارة. رقم 15 دياز، رقم 16 اوراشيا، رقم 6 فيلاسكاس، وهذا كويسي في محاولة جميلة معاها امامه زوج لاعبين، كويسي الهدف لا ما تدخلش الكرة، عجيبة عجيبة، لقطة فنية رائعة يقوم بها اللاعب كويسي، ومر الكرة تاعو للتلمساني. ماروك اسرع، قد 3 دقائق، ماروك ما زال محتفظ بالكرة،
يبحث على مساعدة. يوجد قندوز على الجهة اليمنى كرة عرضية. قندوز راح يفتح في وسط المنطقة. مليح. كان هدف منتظر من ماجر، هدف حقيقة يجي قبل نهاية المقابلة بزوج دقائق. وشوف الإعادة تاع لي زونترينور، فو با اوبلي ترافاي كراسا تاع مسيو رشيد المخلوفي اللي فرنسو كان اكسيتيرا تاع الفنان هذوك روي عمار كتوا هذوك فن الخدمة تاعهم. هما كورون جروب سوليد، جوستون ايكيب كومبليت، دي جوار كومبليمونتير، هذا يفهم الاخر. الحارس بونير عساد، غلطة من بونير، عساد على الجهة اليسرى، عساد مع بلومي، عساد يدخل داخل المنطقة يسجل، والهدف أول هدف حقيقة عساد. كانت لقطة قوية، لقطة جميلة في الدقيقة 15 من الشوط الأول. هذا بلومي كان كي ومرر الكرة كما ينبغي لعساد. مجادي كاراغان يفتح في اتجاه الهجوم من وجود ستافلتون والدالي، وسرباح رائع، سرباح يخرج الكرة من المنطقة. هدف لهدف مع المنتخب الوطني، ماهيش سهلة بالنسبة لفيرو. وهذا ماجر على الجهة اليمنى بعد التوزيعة الذكية من عصاد. ماجر على الجهة اليمنى، ياجر أمامه بن شيخ علي، ماجر يراوغ، يقذف ماجر كل شوف الإعادة انت علقتها هذه في مقابلة العودة في قسنطينة. شوف ماجر يراوغ ويفضل يقذف قذفة قوية الحارس. نشوف التمريرة هذه. ريال مدريد إسباني في الشوط الأول، ضربة راسية خطيرة، خطيرة، ويتعاود تتكرر نفس النقطة إلى سانتيانا. سانتيانا يحاول يتخلص، سانتيانا دائما، وضربة جزاء، ضربة جزاء. Dernier match de préparation, c'était contre le Real de Madrid, où on a battu le Real de Madrid 2-1. Mais il faut savoir que tous ces matchs-là, tous ces trois matchs, Pérou, Irlande et Real de Madrid, on les a fait dans la même semaine. Donc là, on s'est vraiment étalonné. On a vu qu'on pouvait rivaliser avec les équipes européennes ou même sud-américaines, et qu'on partait même dans un groupe difficile, apparemment. On pouvait rivaliser avec l'Allemagne, l'Autriche ou le Chili. Majer ينطلق الوسط. Majer مع شكون؟ مع عساد. بعيدة على عساد. بعيدة بزاف. يسقط عادي عساد. يسترجع كورته بصعوبة. مدى شكون ماجر؟ ماجر يقصد الهدف. ماجر يقصد الهدف التعادل. ماجر يقصد الهدف التعادل. بروعة يا سلام. شاركت في كل المقابلات كلاعب احتياطي على كل حال. أنا بيرسونيل ما نهضر لك عليا أنا ما ما كنتش خايف، قلت انا عندي امكانيات بلوس دي مومون اللي راني هنا مع الفريق مع التشكيله. بون مالغري كنا صغار وكذا، المقابله الوحيده اللي دخلت فيها واحد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه قبل نهايه المقابله دخلت وسجلت هدف الفوز. ما كيكون عندك في عندك 20 سنه ولا 21 سنه في عمرك، انا بالكش اصدم برك ما تخافش. مرسخان، مرسخان يسبق العساد، عساد يجري، عساد، عساد برجله اليمين ولكن من الصعب. فضل لا يزيد يتردد. عساد شكون يحط الكره مليحه، والهدف الثاني، والهدف الثاني بوش، والهدف الثاني بوش يا سلام. والله شيء جميل، في ظرف دقيقتين او اقل من دقيقتين الفريق الوطني الجزائري. فرحه كبيره كي نكونوا محسوب روتوني دون اون ليست de 22 joueurs, 82, surtout parce que là il y avait une sélection terrible. C'est vrai qu'il y avait deux grands joueurs, il y avait plusieurs générations. C'est la première fois où on s'est retrouvé trois générations de grands joueurs la Coupe du Monde. Il y en a le Macan Kansaib, où il y avait deux grands joueurs, le choix. pour les entraîneurs aussi كان صعيب. Donc كانت عندي فرحة كبيرة وثاني كسيت ان aboutissement. Pour être parmi les 24, يروحوا غير 22. C'était un peu suya être présent déjà parmi le groupe هذاك. C'est déjà pas mal. C'était un premier pas. حاجة الأولى. كي شفت لا ليست ما كانش اسمي. عاودت وليت كازيرنا نورمال. كي ميم كي راحت كونتر الالمان ولا كونتر لوتريش ولا كونتر تشيلي جيتي لو بريمي سيبورتر. كيما بوشي احس دي جان جوار و جيتي لي ميور على ليبوك هذه في البطوله الجزائريه. جيتي تري ديسي اللي ما يكونوش بون حنا هنا في المونديال ونتي بليز اجي عليهم ولا. مي كيما نقول لك التاريخ هو اللي يشهد على الناس هذو.